بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 11. أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وهدانا للإسلام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة الحكمة في خلقه الجن والإنس، أنه لم يخلقهم من أجل أن ينفعوه بشيء، وإنما خلقهم لعبادته. والمصلحة في العبادة عائدة إليهم، لأنه غني عنهم وعن عبادتهم، كما قال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فمصلحة العبادة ومنفعتها راجعة إلى العباد، لأنها تصلهم بالله عز وجل وتقربهم من الله وتسبب لهم رحمة الله وتسبب لهم السعادة في الدنيا والآخرة. ولما كانت عبادة الله لا يمكن معرفتها بالعقول، لأن العقول قاصرة، وإن كانت العقول ترشد العبادة إلى المنافع والمضار في الجملة، لكنها قاصرة عن معرفة التفاصيل، وقاصرة عن معرفة العبادة الصحيحة من العبادة الباطلة. من أجل ذلك اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يرسل الرسل وينزل الكتب لبيان عبادة الله التي يحبها الله ويرضاها، وبيان ما يضاد هذه العبادة ويبطلها من أنواع الكفر والشرك، أو ينقصها من المعاصي والفسوق والعصيان. يقول الله سبحانه وتعالى حين أهبط آدم و زوجه إلى الأرض: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
إلى آخر الآيات. فهذا وعد من الله سبحانه حين أهبط آدم وذريته إلى الأرض أن يرسل إليهم من يبين لهم طريق الهدى والرشاد ويحذرهم من طريق الغواية والضلال، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فإرسال الرسل وإنزال الكتب نعمة من الله سبحانه وتعالى، وحاجة البشرية إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن حاجة الأبدان إلى الطعام والشراب، الطعام والشراب حاجة الأبدان، أما الرسالة والكتب الإلهية فإنها تحتاجها القلوب، وحياة القلوب أولى من حياة الأبدان، وحاجة الناس إلى حياة القلوب أشد من حاجتهم إلى حياة الأبدان، لأن الأبدان إذا فقدت الطعام والشراب تموت، والموت لا بد منه، ولكن القلوب إذا فقدت الهداية الإلهية فإنها تظل، وإذا ظلت خابت وخسرت في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون، كان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون، يعني 1000 سنة، كانوا على التوحيد في هذه الفترة ما بين آدم ونوح، كانوا على التوحيد وعلى دين أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، يعبدون الله على شريعة آدم أبيهم، موحدين لله عز وجل. ثم لما جاء قوم نوح كان فيهم أناس صالحون، كان فيهم أناس صالحون، ثم مات هؤلاء الصالحون في 1 عام، فحزن قومهم عليهم حزنا شديدا لفقدهم وموتهم، فدب إليهم الشيطان لما رأى من حزنهم على هؤلاء الصالحين، استغل الفرصة عدو الله وعدو بني آدم، استغل الفرصة فوسوس إليهم أن صوروا صور هؤلاء الصالحين
الذين فقدتموهم وحزنتم عليهم صوروا صورهم وانصبوها، أي الصور على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، حتى إذا رأيتموها تتذكرون هؤلاء الصالحين فتنشطون على العبادة. فاستجابوا لهذا الإيحاء الشيطاني فصوروا صور الصالحين ونصبوها على مجالسهم ولم تعبد في عهد هذا الجيل، لأن الناس لا يزالون على التوحيد والملة المستقيمة، ولكن لما مات هذا الجيل وجاء جيل متأخر ومات العلماء دب الشيطان إليهم، إلى هؤلاء المتأخرين، وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليتبركوا بها وليستغيثوا بها، وبها كانوا يسقون المطر. فوقع ذلك القول وهذا الإيحاء الشيطاني وقع من نفوس هؤلاء الجهال موقعه، فعظموا تلك الصور وتبركوا بها وعبدوها من دون الله عز وجل، فصارت أصناما، هي صور على أشكال الرجال الصالحين لكنها أصبحت أصناما تعبد من دون الله. فعند ذلك حدث الشرك في الأرض، فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام، وكان أول رسول إلى أهل الأرض، يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له والرجوع إلى دين التوحيد والقضاء على هذا الشرك الذي حدث. ولكن قوم نوح أصروا على عبادة هذه الأصنام إلا القليل منهم، وقد ذكر الله ذلك عنهم في قوله في سورة نوح التي ذكر الله فيها دعوة نوح عليه السلام لقومه وصبره على أذاهم، وأنه دعاهم سرا وجهارا وليلا ونهارا، وأنه ذكرهم بالله عز وجل، إلا أنهم أصروا على الشرك وقالوا لا تذرن آلهتكم. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء هؤلاء الصالحين التي صوروا هذه الصور على أشكالهم ونصبوها على مجالسهم وأصبحوا يعبدونها. ولما جاءهم نوح عليه السلام ونهاهم عن عبادتها وأمرهم بعبادة الله وحده أصروا على شركهم بالله وعلى عبادة هذه الأصنام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد لبث نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد ويخوفهم بالله المدة التي ذكرها الله جل وعلا في قوله، فلبث فيهم 1000 سنة
فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ولما قيل له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وهم قليل، عند ذلك دعا عليهم دعوته التي ذكرها الله في آخر السورة، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. عند ذلك أمر الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام أن يصنع السفينة وأن يركب فيها هو ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل، وأن يحمل فيها من كل زوجين 2، ثم إن الله أغرق أهل الأرض بالطوفان الذي غطى على جميع الأرض وعلى الجبال حتى أهلكهم الله بالغرق. ثم تتابعت الرسل من بعد نوح إلى الأمم يدعونهم إلى الله عز وجل، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال سبحانه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. تابعت الرسل كما قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعة، كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا فجعلناهم أحاديثا وبعدا لقوم لا يؤمنون. فما زالت الرسل تتوالى على البشرية من بعد نوح، منهم من سمى الله لنا في القرآن ومنهم من لم يسمه لنا، كما قال سبحانه وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. والإيمان بالرسل من أولهم إلى آخرهم من سمى الله منهم ومن لم يسمي، الإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان 6. قال الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، فمن جحد أو أنكر رسالة واحد من الرسل فإنه كافر بالجميع، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. فيجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم لأنهم رسل من عند الله عز وجل، كلهم جاءوا لإصلاح البشرية وهدايتها ورحمة الله بها، ومن رحمته سبحانه
أن جعل هؤلاء الرسل من جنس البشر، أرسل إلى البشر رسلا من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبتهم والتفاهم معهم ويأنسوا بهم، وهذا من رحمة الله. لم يجعل الرسل من الملائكة، لأن الملائكة من غير جنس بني آدم، ولا يتمكن بنو آدم من مخاطبة الملائكة ورؤية الملائكة، بل الله جل وعلا جعل الرسل من جنس المرسل إليهم حتى تتم الفائدة وتحصل الحكمة من الرسالة، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. والآيات في هذا كثيرة، يمتن الله عز وجل أنه أرسل إلينا رسلا من جنسنا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا من تمام نعمة الله عز وجل. ولما اقترح المشركون أن تكون الرسالة في غير البشر، واستنكروا أن تكون الرسالة في البشر، رد الله عليهم، رد الله تعالى عليهم في آيات كثيرة، وبين أن رسالة البشر إلى البشر أتم في الحكمة وأنفع للمرسل إليهم. وقالوا: لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. لأن الملائكة حين تنزل إنما تنزل بالهلاك، وحين تنزل الملائكة ويرى الناس الملائكة فإن الأمر قد انتهى، لأنها تنزل بالعذاب، أو تنزل عند قيام الساعة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فمن رحمته سبحانه أن جعل الرسالة في البشر إلى البشر لتحصل المصلحة وتحصل الفائدة والبيان. الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا قبل إبراهيم، كانوا من أمم مختلفة وكثيرة، والله سبحانه وتعالى يرسل الرسل بحسب الحاجة إلى إرسالهم. فكلما درست رسالة نبي من الأنبياء أرسل الله رسولا آخر. وقد يرسل الله جل وعلا رسلا متعاصرين إلى أمم متعاصرة في وقت واحد، ويشرع للرسل ولأممهم شرائع تفي بمصلحتهم، ثم إن الله سبحانه وتعالى ينسخ هذه الشرائع بشرائع أخرى بحسب حاجة البشر. هذه سنة الله عز وجل في الرسل وشرائعهم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقبل نوح عليه السلام، قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانت رسالات كثيرة إلى قوم نوح، إلى عاد، إلى ثمود، إلى شعيب، إلى مدين قوم شعيب، وهكذا كانت رسالات كثيرة إلى أمم متنوعة. ولما
جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأرسله الله إلى قومه، خليل الله أرسله إلى قومه وقام مقامات عظيمة. قام إبراهيم عليه الصلاة والسلام مقامات عظيمة وصابر في ذات الله عز وجل، وابتلي وامتحن وصبر وصابر، عند ذلك اتخذه الله خليلا وجعل الأنبياء من ذريته. كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم كلهم من ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، جعله الله إماما للناس. وكما في الآية الأخرى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم كلهم من ذرية إبراهيم، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام له ابنان إسماعيل وإسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم كلهم من ذرية إسحاق إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه من ذرية إسماعيل، وهم أنبياء بني إسرائيل، لأن إسرائيل هو يعقوب. إسرائيل معناه عبد الله بلغتهم، وهو يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم أغلبهم من ذرية إسحاق، وهم أنبياء بني إسرائيل، منهم موسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى، كلهم هؤلاء من ذرية إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. آخرهم المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هو آخر أنبياء بني إسرائيل. أما بنو إسماعيل فكانوا في مكة عند البيت العتيق، كانوا في هذا الموطن في هذا الوادي، وهذا موطنهم الأصلي، وربما تفرقت منهم قبائل في جزيرة العرب، لكن مهدوا مقامهم وأصل وجودهم هو في هذا الوادي المبارك، حيث يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني إسماعيل عليه الصلاة والسلام وذريته عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. دعا لهم ودعا لموطنهم، وقد دعا إبراهيم وإسماعيل عند بناء الكعبة أن يبعث الله في هذه الذرية رسولا منهم. رأوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، أن يبعث الله لهذا الحي وهذه الذرية القاطنة في هذا الوادي عند هذا البيت العتيق، أن يبعث الله لهم، يبعث الله إليهم رسولا منهم. فتحقق ذلك وأجاب الله دعوتهما ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وهو من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، خاتم النبيين وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام. فهو دعوة إبراهيم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ابن مريم، لأن الله سبحانه ذكر أن عيسى، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمى أحمد ويسمى محمد، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام كما جاءت في الأحاديث. فهو دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمه لما رأت أنها خرج منها نور، يعني رأت قبل ولادته عليه الصلاة والسلام أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، فكان ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني بذلك العرب الذين هم من ذرية إسماعيل، لم يبعث فيهم رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم. بنو إسماعيل لم يأتهم رسول بعد إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ويقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فكان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة، ولم يبعث في بني إسماعيل نبي غيره عليه الصلاة والسلام. وكانت حاجة البشرية إلى بعثته صلى الله عليه وسلم حاجة شديدة، وبين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى فترة طويلة تزيد على 500 سنة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لكم على فترة من الرسل. هذه الفترة كانت طويلة بين عيسى وبين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الفترة اندرست الرسالات وظهر الشرك في الأرض، حتى في بلاد الحجاز موطن إسماعيل عليه السلام ومكان البيت العتيق، الشرك فيها انتشر انتشارا ذريعا وفظيعا، حتى جعلت الأصنام فوق الكعبة المشرفة،
ولم تزل هذه الأصنام إلا يوم أن فتح محمد صلى الله عليه وسلم مكة في السنة 8 من الهجرة، فحطم هذه الأصنام وأحرقها، وكانت تبلغ 360 صنما كلها على الكعبة المشرفة وعلى الصفا والمروة إساف ونائلة. وهناك الأصنام الثلاثة الكبرى اللات والعزى ومنات، وهناك أصنام منتشرة في جزيرة العرب، وقد قضى الله تعالى عليها كلها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وعادت الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما كانت على يد هذا الرسول الكريم والنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يصور لنا حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وهذه البقايا من أهل الكتاب انقرضت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فعم الظلام وجه الأرض، والشرك والكفر والفساد. فلما أشرقت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الأرض وبدأ نورها من بلاد الحرمين، انتشر على الآفاق وامتد إلى المشارق والمغارب، ولا تزال والحمد لله ولن تزال إلى قيام الساعة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن رسالته عامة، في حين أن رسالات الأنبياء من قبله كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، أما رسالة هذا الرسول فإنها عامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. للعالمين، جميع العالم من أقصاه إلى أقصاه، جميع الدول، جميع الأمم، جميع الأجناس، من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، من لم يستجب له فإنه لن يدخل الجنة. لا يدخل الجنة أحد إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، مهما كان ومهما ادعى أنه على دين، فإنه من أهل النار إلا أن يطيع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم انتهت الرسالات وتوحدت في رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليه كتابا يكفي للبشرية من وقت نزوله إلى قيام الساعة، هو هذا القرآن العظيم وهذه السنة المطهرة. وقد شهد الله لهذا الدين بالكمال، والكمال معناه أنه الوافي الكفيل بمصالح البشر كلهم، عربهم وعجمهم، في مختلف أزمانهم وأوطانهم إلى أن تقوم الساعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وإمام المرسلين، رسالة عامة لجميع البشر، بل لجميع الثقلين، الجن والإنس. حتى الجن
لا بد أن يطيعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. هكذا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانت رسالة عامة للثقلين الجن والإنس، ورسالة باقية لا تنسخ إلى أن تقوم الساعة، وهي وافية وكفيلة بمصالح العباد من أولهم إلى آخرهم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكل مشكلة وكل معضلة وكل حادثة ففي هذا القرآن وهذه السنة النبوية حلها وبيانها، وكل إشكال وكل نزاع وخصام ففي هذه الشريعة ما ينهي هذا النزاع وهذا الخصام ويحكم بالعدل بين الناس إلى أن تقوم الساعة. فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. نعود مرة ثانية فنقول إن إرسال الرسل من أكبر النعم من الله على عباده، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الرسل أدلاء عليه، يبينون للناس طريق الجنة ويبينون لهم طريق الهدى وينهونهم عن طريق الغي والردى، فما من خير إلا دلوا الأمة عليه، وما من شر إلا حذروا الأمة منه. وواجب على كل مسلم أن يؤمن بهؤلاء الرسل من أولهم إلى آخرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل فقال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فذكر أن من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع هؤلاء الرسل المؤمنين بهم المصدقين برسالاتهم، وأن يجعلنا وإياكم من أمة هذا الرسول الكريم، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وأن يلحقنا به في دار الآخرة من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، والحمد لله رب العالمين. وأترك المجال إذا كان هناك شيء من الأسئلة قبل الأذان. شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، ونفعنا الله وإياكم بها وجعلها حجة لنا لا علينا. بالنسبة للأخ الذي استفسر عن أماكن التوعية اللي يمكن الاستفادة منها من غير في غير هذه القاعة، نحب أن نوضح للأخ الكريم والإخوة الحضور أنه هناك مجموعة من العلماء في داخل الحرم المكي، وفي أيام منى هناك محاضرات في مخيم التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام وشؤون المسجد النبوي ومخيم التوعية الإسلامية في الحج. فضيلة الشيخ، كيف يمكن الحصول على مرشد ديني لكي يسأله عن أمور دينه في الحرم الشريف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحرم الشريف فيه مدرسون
في مختلف نواحيه من كل جهة، لا تأتي إلى جهة إلا وفيها مدرس أو أكثر من مدرس والله الحمد. فبإمكانك أن تدور ولن تمضي بعيدا إلا وتجد من المدرسين من يرشدك إن شاء الله إلى ما اشتبه عليك. نعم. فضيلة الشيخ، قلتم أن الله لم يبعث من العرب إلا محمد عليه الصلاة والسلام، أليس كل من هود وصالح وشعيب من العرب؟ أنا قلت لم يبعث الله من العرب بعد إسماعيل، أما العرب الذين بعث فيهم هود وشعيب وصالح، هذه الأمة البائدة، هذه يسمونها العرب البائدة، انتهت، هذه هلكت وانتهت، هذه العرب البائدة. أما العرب الباقية وهم القبيلة القحطانية والعدنانية، فهؤلاء لم يبعث الله منهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، كما تعلمون أن هناك كثير من المسلمين يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، وعند القول لهم أن هذا شرك بالله وصاحبه إذا لم يتب منه فهو مخلد في النار، تكون إجابتهم أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف تصفنا بالشرك؟ أرجو من فضيلكم توضيح ذلك. هذا هو موضوع محاضرتنا في هذا المساء، أن الرسل بعثهم الله لإزالة مثل هذا، لأن المشركين كانوا يتقربون إلى الأولياء والصالحين ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم يقولون اتخذناهم وسائط، وإلا نحن نعلم أن الله هو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يعطي ويمنع، فنحن في الحقيقة إنما توسلنا بهؤلاء وتوسطنا بهم إلى الله. الله سمى هذا شركا وسماه كفرا في كتابه المبين الذي تتلونه وتقرؤونه، فهذا هو الشرك الأولين لا فرق، الذي يعبد الموتى ويتوسل بهم ويقدم لهم شيء من النذور والذبائح ويطوف بقبورهم، هذا لا فرق بينه وبين من عبد اللات والعزى ومنات. وإن كان يقول لا إله إلا الله كما يقول السائل، فإن كلمة لا إله إلا الله إنما تنفع الإنسان إذا عمل بها، إذا ما هي مجرد لفظ يقوله الإنسان بلسانه ويخالفه بفعله، إذا قال لا إله إلا الله فمعناها أنه لا يعبد إلا الله، وأن يترك عبادة القبور وعبادة الأضرحة والأولياء والصالحين ويخلص العبادة لله عز وجل، هذا معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان، ولكنها التزام، أن يلتزم الإنسان بمعناها. المشركون لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وقال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله يجب عليهم أن يتركوا عبادة هؤلاء وأن يتركوا ما كانوا يعبدونه من قبل مع الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فإنهم يقولون لا إله إلا الله ولا يتركون عبادة غير الله عز وجل. نعم. ما هو تعريف الرسول والنبي وما الفرق بينهما؟ العلماء يقولون الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا تعريف مشهور ولكن فيه نظر لم يسلم من انتقاد، لأن التبليغ مطلوب من كل، حتى من العلماء ومن أتباع الأنبياء، التبليغ مطلوب ومأمور به. وأوضح فرق بين النبي والرسول أن الرسول هو الذي يوحى إليه بشريعة، يوحى إليه بشريعة غير شريعة من قبله، أما النبي فهو الذي يتبع من قبله من الأنبياء، يحكم بشريعة نبي سابق، مثل أنبياء بني إسرائيل
كل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام كلهم يحكمون بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. هذا هو الفرق الواضح، أن الرسول يأتي بشريعة غير شريعة من قبله، يعني في العبادات والفروع وأنواع الحلال والحرام، أما النبي فإنه يحكم بشريعة نبي سابق عليه، وقد يوحى إليه ببعض الأحكام، لكن في الغالب وفي الجملة أنه على شريعة نبي سابق. نعم.